90%. 97%، يعني 3% هو اللي ممكن يكون فيهم ولما شوية. بيحصل، انا عايز اقول لك حاجه، دي سؤال مهم برضو، يعني في دايما عندي جرانتي من الشركه المنتجه لزراعه الاسنان، لا قدر الله لو حصل من 3% مثلا المريض فشلت معاه زراعه الاسنان، دايما بيستبدل زراعه الاسنان بزرعه مقاس اكبر. اوكي، هي الفكره مش عويصه يعني، مش قصه كبيره، ولكن احنا لو جينا نخش على الانترنت وكتبنا موضوع فشل زراعه الاسنان هنلاقيه حوالي 3% 3%، نسبة و4% قليلة جدا. دكتور بالظبط. هنشوف الفيديو مع بعض ونعلق عليه وحضرتك تعلق عليه. اوكي بالظبط. هو الصوره هنا احنا بنشرح الاشعه المقطعيه دي، وهي اهم حاجه عندنا في مجال زراعه الاسنان، لان دي اللي بتبين لي النهارده كل حاجه، وبتخليني ان انا ما افتحش افتح يعني ما احتاجش ان انا افتح اللثه. الصوره هنا احنا دي بنشرح 3 دي يا دكتور، اشعه بالظبط. مقطعيه. اوكي 3 دي يعني جايبه لي من كل زاويه ومن كل حته في العظم. اوكي، هنا شكل الفك على الشمال شكله بالظبط كاني فتحت اللثه وشلتها واتفرجت على شكل العظم. الصوره اللي على اليمين هنا بتبين لي بقى، هنا دي الصوره المقطعيه، جابت لي شكل العظم يعني سي تي او كروس سكشنال. كروس سكشنال يعني بالتقطيع، كاني واخده قطعه من الجنب وبشوف ايه مقاساته. هنا دي عشان اقيس مقاس طول وعرض الزرعه اللي هقدر احطها في مجال العظم، واشوف العظم كافي عندي لزراعه الاسنان ولا لا. الحاله هنا احنا زي ما اتفقنا احنا مش هنفتح في اللثه ولا هنفتح لا خياطه ولا مشرط ولا اي حاجه. هنا هو عندي السنه الاماميه، دي مشكله كبيره عند ناس كتير ان هي السنه الاماميه بتبقى مفقوده. هو كان عامل بالمناسبه تركيبه متحركه. حضرتك طبعا شلتها له؟ طبعا شلناه عشان هو كان متضايق منها انها كانت بتقع منه، برده نفس القصص اللي احنا اتكلمنا عليها في التركيبه تبقى المتحركه محرجه قوي. جدا. هنا احنا بنعمل حاجه اسمها بانش. البانش ده يعني بديل المشرط. اوكي، ده بيفتح في اللثه يعني قطر 3 مللي بالظبط. يا دكتور عشان ده احط بقى مش مؤلم، ده مش البانش مؤلم، ده ما هو مش مؤلم. لا لا خالص. ليه؟ لان احنا واخدين حقنه بنج واحده زيها زي الخلع زي الحشو زي كل حاجه. هنا هو احنا بنعمل حاجه اسمها الاوستيوتومي. الاوستيوتومي دي هي المكان اللي هيتحط فيه الزرعه. طبعا الحاله دي مكان كان خلع السنه من فتره كبيره، فطبعا مكان الجدر اللي كان موجود قفل عليه وخلاص راح، فلازم نعمل مكان تحضيري لمكان الجدر اللي كان موجود قبل كده. اوكي، طبعا في حالات زي اللي قلناها قبل كده في ساعات بيبقى ما بنحتاجش نعمل كل ده لان لانه بيبقى السنه فريش. موجوده. بيبقى السنه موجوده لسه من جوه. الفريش بتبقى السوكت فريش، فموجود المكان اللي هحط فيه الزرع على طول من غير ما اعمل كل الكلام ده. عشان كده بنقول احسن في حاجه نفس اليوم. في نفس اليوم، اوكي، يوم الخلع على طول. كده بنجهز المكان. هي ده الاوستيوتومي. ده تجهيز المكان كله. طول الوقت احنا قاعدين بنعمل اوستيوتومي، دي اهم حاجه في زرعه الاسنان دي عشان تعرفي بيها يعني ده الدايركشن بتاع الزرعه، عشان الزرعه هتخش ازاي وتخش يمين او شمال او يعني باتجاهها ازاي. ده الاوستيوتومي اللي هو الطريق بتاع الزرعه. اوكي، فيتم تجهيزه اهم حاجه طبعا بالطول والعرض المناسب للزرعه. هو انزي برضو شايفين العيان قاعد ما فيهوش وجع، مش هو طبعا حاسس بأي فاتح ألم عينيه ولا اهو أي حاجة. ويقفل عينيه، فهو مش نايم، مش بنج كلي زي ما الناس كانت بنج بتقول على موضع. الفيديو دوت، دايما بيقول لي ده بنج كلي، العيان مش حاسس بحاجه. اوكي، انا هو برضو التجهيز للاوستيوتومي هو بتاخد، كل ده بس المكان ده دي بتاخد وقت اكتر حاجه يا دكتور انا عايز اقول لك بتهيألي. ان العمليه تقريبا 5 6 دقائق، يعني هي ده ما فيهوش مونتاج، يعني ما قطعناش وكملنا وقطعناه وكملنا. هو بنحط الزرعه بتاعتنا، الموضوع خلص ببساطه جدا. وهو مفتح عينيه يعني، صح يا جماعه، صح، واخد بنج موضعي بس. بنج موضعي ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي قلب. ده بقى اسمه الراتشت، الناس اللي بتقعد تتريق علينا بيه تقعد تقول لك ده مفتاح انجليزي وكده. لا، ده حاجه اسمها الراتشت، ده اللي بيربط الزرعه، وفي حاجه اسمها تورك ميجرمنت، ده بيقيس لي التورك. يعني ايه التورك؟ يعني قوه التئام الزرعه في حاجه اسمها البرايمري ستابيليتي، قوه التئام الزرعه مع العظم في اول دخله ليها، يعني وهي بتخش من قبل بقى ما اسيبها 3 شهور وقبل ما اسيبها كل الكلام ده كله. ده بيقيس لي قوه التئامها مع العظم في اول دقيقه وانا بحطها دلوقتي حالا قد ايه. اوكي، ده حاجه اسمها الاوكزيميتر، ده جماعه احنا ما بنركبه عملناش دايما. مونتاج، ما قطعناش خالص لا من لا مش الفيديو ده. قاطعين، هو زي ما هو. الاوكسيميتر ده عشان نقيس بيه دايما الفايتال ساينز، او العيان كويس اخباره ايه، ضربات القلب، الاكسجين، الحاجات دي كلها اللي في الجسم. اوكي، هنا هو ابتدينا نظبط بقى نركب الزرعه. كده خلاص بتقفلوها بقى يا دكتور بنركب يعني. الزرعه بتاعتنا وخلاص. هنركب كمان عليها بالمناسبه، هنركب له سنه ايه، ده حاجه اسمها ايميديت لودنج، اللي هو الطربوش هيتركب عليها في نفس اليوم، يعني هو هيخرج النهارده بسنه راكبه ثابته ما بتتحركش في نفس اليوم. هنا وابتدي بقى نظبط الاباتمنت كانها سنه عاديه، وهبردها كانها هعمل كراون عادي.
كانها السنه بتاعته اصلا. بالظبط كده. خلاص هي ركبت عندي. هنا ركبنا الكراون. ده ليزر ده؟ اه لا ده الترا فايلوت. ده ايه تثبيتها مثلا؟ اه لا ده بينشف الطربوش المؤقت. ماده الطربوش المؤقت. اوكي اوكي. الطربوش المؤقت دلوقتي هتلاقيه هو طبعا شكله مش نفس شبه الاسنان ده احنا بنعمله بايدينا على طول في وقت الشغل. هتلاقيه ركب دلوقتي وهتلاقيه ما خدش يعني العمليه كلها ما خدتش 5-6 دقايق وبقت دايمه والسنه طبيعيه ودايمه وما اذيناش السنه اللي جنبها. لا ودايمه ما بتتحركش يعني. ما عنديش مشكله العيان خايف انها تقع منه او الكلام ده كله. دكتور نبيل انا بشكر حضرتك جدا واستفدنا قوي قوي وبجد موضوع مهم وكان في ناس كتير وانا من ضمنهم فاكره ان هو مؤلم. بالظبط. فشفنا طبعا في الفيديو بنج موضعي والمريض صاحي.